يضربوني ثمانية بلعب التواثي كسر بكشمي هاي مثل ما تشوفون الضربات هاي القبعات الزرق تتدى عليه هسه مثل ما تشوفون هذا اعتداء عليه هسه شوفوا هسه بشارع السعدون قرب النفاق القبعات الزرقاء هاي مثل ما تشوفون هذا الضرب عليه هاي طعن بيدي هاي هاي الطعن باليد بالسكينة هاي مثل ما تشوفون هاي مثل ما تشوفون اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم صوتكم. طبعا اليوم تواصل توافد المتظاهرين الى ساحه التظاهر في بغداد وغيرها من المحافظات تاكيدا على رفض تولي مرشح الاحزاب محمد توفيق علاوي لرئاسه الحكومه على الرغم من عمليات القمع التي مارستها ميليشيا القبعات الزرق التابعه لمقتدى الصدر ضدهم مثل ما شفنا في بدايه الحلقه بعض المقاطع من ساحه التحرير. في بغداد اعتدى عناصر ميليشيا القبعات الزرق التابعين لميليشيا السرايا على المتظاهرين ومن بينهم طالبات ونساء طعنا بالسكاكين في ساحة التحرير ما خلف العديد من الإصابات ولم يختلف المشهد كثيرا في النجف وبابل حيث هاجمت ميليشيا القبعات الزرق المتظاهرين بالسكاكين والهروات ما أسفر عن استشهاد متظاهر وجرح عدد آخر. دعونا أعزائي المشاهدين نتابع لقطات حية ومباشرة وردتنا قبل قليل من ساحة التحرير نذهب إلى هناك. إذن كما شاهدنا الصور وردتنا قبل قليل من ساحة التحرير لتوافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة. معنا اتصال محمد من هولندا. تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا بك. تحية قاكم الشريفة ولك أخي عمر. حياك الله يا هلا بك. طبعا من شافوا اليوم المليونية ساحة التحرير وكل المحافظات. نعم. اليوم حزب سائرون خاسرون إن شاء الله. يدعون انه هم ما طلعوا القمع المتظاهرين
وباحة مذيع أقراننا البيان مالتهم ادعوا حجتهم طبع المتظاهرين انه خلاص احنا اخترنا رئيس ولازم تقبلون به والشغلة منتهية. فاليوم يدعون يقولون من يقول ان قبعات السرق منتمين للصدر؟ هم انا بس يقولون احنا مدعومين من الصدر. فهذه بشرة شارة العراقيين صح وقعوا ضحايا انكشف شنو هو مقتدى. وكل قسام حاليا اخ عمر بين شرعي السلام هم بالاخر العراقيين. اقول ناس يخدعوا به الصدر وصار انقسام وبشرة شارة ثانية ان شاء الله بينا يوم الجمعة طبعا اخبار موثقة الصدر ينتهي راح يصير انقلاب عليه ان شاء الله. فاحنا ما تخوفنا عصيكم احنا عراقيين احنا خلينا خميني سيدك يقول يزع كأس من السم بطل الحرب احنا ما نخاف من القبعات الصواريخ توقع علينا ما نخاف. فعصيكم ما تخوفنا لكن احنا متظاهرين سلميين ما نريد تصير حرب أهلية لكن مقتدى عده ما عنده مانع يحرق كل العراق لسبيل ياخذ السلطة. انسان جاهل يعني ما عنده راي اثول يعني مثل واحد السوداء يركض وما يدري روحه وشمر على الناس عشار. فان شاء الله ثورة مستمرة وما تخوفنا ان شاء الله قبعات الزرق. اشكرك عمر وقناتكم الكريمة. شكرا محمد من هولندا كان معنا. ام ازهار من بغداد تفضلي. ام ازهار السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. احييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. اهلا وسهلا. انا بس اقول هي هاي حكومة هي مهزلة. وين الشرطة؟ وين وزارة الدفاع؟ وين وزارة الداخلية؟ ومن هو مقتدى الصدر حتى يطلع جماعته ويقتل بالمتظاهرين؟ على اي اساس احنا في فوضى ماكو حكومة. حكومة لأجل مقتدى وإيران. راح قعد بقوم اخذ اتفاقية ويا قوم ويا ابو ايران حتى يجي هنا يصير هو مكان سليماني ومكان الثاني اللي قتله. على اي اساس هو يصرف هذا التصرف؟ وين الحكومه لعد؟ وين هم اللي يدعون انهم حكومه؟ انهم مو حكومه. هذول ناس حفالات اجوا بالدبابات الامريكيه واجوا حراميه واجوا ينهون هذا البلد واجوا كل شيء ما يفتهمون. وهذا خاصه هذا ابو عمار مقتدى الصدر لا يعرف يقرا ولا يعرف يكتب. هذا اصلا متسيب كان حرامي. هذا اكبر حرام واكبر انسان مجرم في هاي البلد. هذا اللي دا يقتل هالشباب هاي الحلوه من يروحهم يروح تدول كل هالشباب هاي الحلوه اللي تموت. ها ما يستحي ما يخجل قاعد هو وحمامته ويلقي خطاباته وكل شيء ما يفتهم بس يقتل قاتل مجرم مجرم مجرم. انت يا مقتدى مجرم انت وجماعتك الحفالات الموجودين بهاي الحكومه السافله. وانا اشكرك. ام ازهار من بغداد كانت معنا. ابو علاء من كربلاء تفضل. ابو علاء السلام عليكم. وعليكم حبيب. السلام ورحمه الله. ايش اخبارك؟ ان شاء الله بخير. يا هلا بيك تفضل حبيبي. جماعه الجيش المهدي اول ما صار ب 2000 تقريبا ولا 2003 استعملوا اسلوب ويا العالم اسلوب الترهيب والخوف وقام يعني حتى الشعر الطويل يحطوه بالسياره يسموه جماعه البطه وكتوه يضربوه بلوك براسه ضد مجهول. فهذولا من اجوا استعملوا هذا الاسلوب ورادوا بسيطر ايش من الاشكال يعني اسلوبهم اجرامي. من اجوا سقوط النظام يعني اسس ايش المهدي وصار في ذيك الاحداث من ذاك اليوم لهذا اليوم. طبعا بالنسبه للحكومه يعني الحكومه ما سوت ايش تاسست لحد الان ما يفكرون غير بس بمصالحهم وخدمه مصر. القوانين اللي سنوها واللي قرروها كل الشعب يدري تخدمهم او تخدم الناس اللي تنتمي لهم الموالين لهم. نعم. الانسان العادي والفقير وابن الوطني اللي يريد يعيش يسير وما يعني عراقي ما عنده حنين اسهل من انه هذه حتى هذه الحياه في شخص يعني لان هذا الشيء خاص لهم. زين
ناحية ثانية من القانون، قانون التقاعد يعني الإنسان ويقضي عمره لهذا البلد غير يطلع يعيش حياة كيف شوف يسنون له في الراتب رمزي يعدون انه يعيش عقب ما يخدم له في 40 سنة وهم ياخذون الملايين والرواتب الضخمة الجمعت فسكت اي امل اي امل بهذولا بهاي الزمرة اللي اجت لان هاي الزمرة اللي اجت كلهم ما بيهم واحد يمتلك ذرة من الوطنية واي واحد يقول عكس هذا الكلام فهو مستفيد ضع ضميره وضع شرفه وضع اخلاقه. وشكرا لك تحياتي. شكرا يا ابو علاء من كربلاء. كان معنا ابو مصطفى من السويد. تفضل ابو مصطفى. السلام عليكم اخ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه لك اخي وتحيه للثوار الابطال. يا اهلا بك. الله يبارك فيك. اخ عمر نقول لم تعش لظلم دوله وانتصار الحق وعد ان شاء الله. نعم. الثوار احنا نعول على الله سبحانه وتعالى على الثوار. اليوم الشعب العراقي طلع بكل اطيافه، عرف هذه الحكومه مجرمه وفاسده وضد الشعب. هذه شراره مظاهره اليوم قلبت الطاوله على رؤوس الخونه الموجودين في المنطقه الخضراء. واما مقتدى الصدر وربعه فهذا الرجل منذ 2003 وحد يومنا هذا هو يعشق الخيانه، يعشق الخيانه. ضرب المقاومه، ضرب الشعب العراقي، ضرب كل الجهات. فوالله يا اخ يا اخ عمر انا ابشر المتظاهرين اصبروا والله النصر قريب ان شاء الله. واما مقتدى سيكون قتله على يد الايرانيين ان شاء الله، حوبه الابرياء القتلهم وحوبه المتظاهرين. زين واني اشكرك اخ عمر ما اطيل عليك هوايه. حياك الله. ابو مصطفى من السويد كان معنا. سعد من السعوديه تفضل. سعد السلام عليكم ورحمه الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. بارك الله فيك يا اخونا عمر، بارك الله في هذه القناه المباركه والرحمه للشهداء والنصر ان شاء الله للشعب واهله. انا اقول مقتدى الغدر هذا والله العظيم يا اتباعه انه هذا مقتدى انتهى امره، يعني ترى انتهى امره هو تحت الاقامه الجبريه هناك، اتحداه تحدي يرجع للعراق، والله اتحداه تحدي. والشيء الثاني بالنسبه لهذه العصابه وانهم هم يقولون ان تمر بالمرجعيه، انا اتحدى تحدي المرجعيه تفتي حول المتظاهرين سواء ضدهم ولا معهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. طبعا مثل ما اشرنا توافد اليوم الاف المتظاهرين الى ساحه التحرير وسط بغداد تاكيدا على رفض تولي مرشح الاحزاب محمد توفيق علاوي لرئاسه الحكومه. المتظاهرون نددوا بانتهاكات ميليشيا القبعات الزرق التابعة لمقتدى الصدر ضد منتفضي ثورة تشرين ورددوا شعارات تؤكد حرصهم على العراق وما يقودهم إلى ساحات الثورة هو العراق وليس مجرد تغريدة على موقع تويتر، في إشارة إلى أنصار مقتدى الصدر وشددوا على استمرار تظاهراتهم حتى تحقيق جميع مطالبهم المشروعة. وردد المتظاهرون وسط الساحة هتافات منددة بجماعات القبعات الزرق مثل ما شفنا قبل قليل كما وردتنا صور من ساحة التحرير كيف كان المتظاهرون يرددون مثل شعار أحرار وما صرنا إذيولة. طبعا كان متظاهرون في العاصمة بغداد قد أكدوا تعرضهم للاعتداء من قبل عناصر القبعات الزرق التابعين لميليشيا سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر في ساحة التحرير من أمام مبنى المطعم التركي. نشر معتصمون من المبنى مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا فيه بأن جماعة الصدر اعتدوا على المتظاهرين السلميين بعد أن طلب منهم أو طلب منهم من المتظاهرين عدم إنزال المتظاهرون طلبوا من القبعات الزرق عدم إنزال صور الشهداء الذين قتلوا برصاص القوات الحكومية والميليشيات. نشوف المقطع ونرجع لكم أعزائي المشاهدين. معنا اتصال عمر من صلاح الدين. تفضل عمر. عمر تفضل. الو السلام عليكم.
تفضل عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. موضوع حبيبي. شلون عيني؟ عمر. بالنسبة للمظاهرات اللي حاليا تجري في ساحة التحرير. نعم. نصي لي التلفزيون عيني نصي لي التلفزيون. نصيحة حبيبي نصيحة أخوي العزيز. تفضل. الله يبارك فيك. بالنسبة أنتم جاي تقولون على القبعات الزرق بينهم ميليشيات وضد زين. مو احنا نقول عمر اسمعني مو احنا نقول هاي الصور اسمعني يا اخي اسمعني الصور هاي الصور اللي قدامك ده تشوفها لو لا انت ده تشوفها لو ما تشوفها انا ده اشوفها ايه شنو رايك بيها اللي هم انا بخدمتك شنو ماشي اللي هم ما تخدمني ما بدك تخدمني بس قل لي شنو رايك اليوم لما يجي بالعصي ويضرب المتظاهرين سد لي الصوت وسام سد لي الصوت اخي العزيز سد لي الصوت نعم تفضل عمر ولكن مع كل اسف زين هذا السيار الجريره الثانيه اول شيء الحمر اللي قوتهم ترام والسفاره الامريكيه زين جاي يقودون البلد الهاويه جاي يقودون البلد منو يقود اخي العزيز جاي يقود السفارات الموجوده السفاره الامريكيه السفاره السعوديه السفاره الاماراتيه السفاره القطريه هي هاي الامور شنو دليلك دليل شنو الدليل اعطيني دليل دليل اللي بس ترام وهم على اثرها اقول لك المتظاهرين يا اخي العزيز زين اذا تقودها السفارات يصير اخي العزيز بس اسمعني خاطر الله بس أسمع. اسمعني صار لها 5 أشهر التظاهرات تقودها السفارات يسقط بها مئات الشهداء والاف الجرحى تمام وكانوا مشاركين بها اتباع التيار الصدري يقودوها السفارات ها خلينا أكمل لك شو استفاد هذا الشهيد من يستشهد ويقدم دمه من السفارة زين افترضنا حسب ما تقول أنت هاي التظاهرات تقودها السفارات ماشي وين دور الحكومة العاد وين دور الحكومة والأجهزة الأمنية والمخابرات أخي الله بالخير وينها بس اسمح لي خلنا أعطينا مجال أجاوب تفضل ليش التيار الصدري ما دخل بالمظاهرات ما السيارة الصدري ما قدموا شهداء السيارة الصدري إيه وانسحب زين ورجع وانسحب ورجع بعدها انسحب بعدها أكو تدخل سفارات يا سفارات يا معود يا سفارات السفارات اللي جابت اللي جابت الحكومة اللي جابت الحكومات المتعاقبة بعد العام 2003 هاي السفارات تتهم هاي الطلاب هاي الملايين كلها هاي الملايين كلها تروح بالسفارة كلها تروح بالسفارة تجتمع بالسفارة لا بس اسمح لي من الجابة كلفة رئيس الجمهورية زين كلفة رئيس الجمهورية يبون بخانة التيار الصدري أو والله الشارع رافضه لأنه مشارك بالعملية السياسية وعليه حكم 7 سنوات ها ومتولي وزارة الاتصالات مرتين والشارع رافضة يعني مو احنا طلعنا وقلنا والله احنا ما نريده هذا الشارع كله رافضة الشارع العراقي قال لك احنا ما نريد واحد مشارك بالعملية السياسية لان احنا 17 سنة جربناهم يعني هذا العراق 40 مليون ما بي بس محمد توفيق علاي وعادل عبد المهدي وابراهيم الجعفري ونور المالكي هاي ايش طلعت هاي انا اشكرك خير الله من العمارة تفضل خير الله الو تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك اخوي زين؟ يا هلا بيك. يا بعد عمري بس رسالة السيد مقتدى. الو. نعم معك اخي. بس اريد اوجه رسالة السيد مقتدى الصدر.
نعم. هو ما يستحي معاب علي من زحمه، العالم شلبه بيك من 2003 وهسه اخر شيء تطلع هاي السالفه، هاي الخيانه ذي الليران ما تستحي. والله العظيم اذا ما كان صفك ويا ذاك محروق اللشه السليماني الا اطعمك شو ما اعرف. ولك عيب، شنو فرق مقتدى عن ابو بكر البغدادي؟ هذا داعش مدني ما يستحي معيب علي تقتل بهاي الشباب، شنو ذنبها؟ ولك راجع تاريخ ابوك، انت ما تستحي معيب عليك وزحمه. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، خير الله من الاعمار. رساله من ابو حاتم من الموصل يقول مقتدى الصدر وميليشياته أثبتوا للعراقيين والعالم بأنهم أدوات للاحتلال الأمريكي المجرم خدمة لأسياده في طهران، واليوم واجب على العراقيين النهوض والخلاص من الفاسدين في العراق الذين جاءوا مع المحتل والنصر حليف للعراقيين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة أخرى يقول فيها أبو طه: السلام عليكم، نستنكر موقف القبعات الزرق وعتبنا على قائدهم مقتدى الصدر ونرفض ترشيح رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي. نعم، معنا اتصال؟ معنا اتصال؟ أبو أحمد من النجف، تفضل أبو أحمد. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وهذا اللي حكى على صاحب قبعات الزرق. نعم. متى؟ نعم ابو احمد، بس مدافع يتفضل قبعات الزرق اللي دافع عليهم. نعم، انا بس بقول بس كلام اللي هم وقائدهم بعد الدين وسيد محمد من بس حوزه مدري طالب حوزه، يعني يقبل الجماهير، يقبل الجماهير هيك يفعلون يسوون بناته الضرب هذا ودششون دششان حصير وهاي، لو بناته هو شيء مقتدى يقبل عليه؟ هذا رجل عميل، هذا الجيران مثل ما قال قاسم سليماني بالمظاهرات الإيرانية صار رايه ينتظر المتظاهرات وهاي داخل العراق. المفروض على الشعب العراقي أن يظل بالعراق، لأن هذا استحلال إيراني مثل ما أمريكا استحلت العراق وجابتهم. أنا بس أقول ليش من بعد صدام جت هالشتولات هاي اللي في العراق فيها وعمميها، وخلي يسمعوني كده أبي حب ما يجبر الشاشة يجي قاتل في ساحة التحرير، يجي زان الأبطال يجيب توتية يجي تلقى وجه بوجه ممشى ويحلمون زلم شلونها. اذا هم زلم خطفون البيئه لا يحون ذول الفقر اللي صار لهم اشهر بايتين بالساحات. ورحم الله والديك، وانا اتمنى صوتي يوصل لهم هم وقائدهم. هذا ابو احمد من نجف كان معنا. ميسر من العماره، تفضل ميسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي احنا نعتب على المظاهرين ويانا واقفين، احنا واقفين هسه عنا وهم كانوا ويانا شو ردوا صاروا قاموا يضربون بينا. نعم، هم اخوتنا وقرايبنا واحنا سويه، ليش نظاهر احنا وياهم سويه وكان صار 5 اشهر وهسه يصيرون علينا؟ نعم، نصر التلفزيون اخويا ميسر. يعني احنا 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 نداعيهم وقفه حره، هذا الوطن راح، احنا نريد نبقى ايد واحده على مود ونتكاتف سويه ونطلع حل دراثير الفساد من 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 الوطن. نعم، يعني من غير صار 17 سنه كيش ما افتهمنا من هاي الحكومات؟ يعني غير احنا السيد مقتدى الصدر هو ويانا وقف من ذاك اليوم، هسه يصير ضدنا يضرب بينا؟ يعني على ما نعتب بعد هنا؟ نعم، يعني نريد من هاي الشباب تقف ويانا وقفه رجل واحد على مود نثبت امورنا زين، يعني ما يصير على تاليه هيش يسوون فينا ونطالب كل كل كل
كلهم صار مقتضى الصدر ان يعني يقفوا شنو قبعه الزرق شنو هيدول المظاهر. احنا صار لنا 5 أشهر على التوقف وياي وهسه شايل تسجيل اوروبيه وشايل تواسي واللي شايل رشاشه والله نقتلهم ونسويهم ليش هيك؟ احنا كلنا اخوانكم. نعم ميسر. وأنا أشكركم والسلام عليكم. وأنا أشكرك ميسر من العمارة كان معنا. أبو فيصل من السعودية تفضل. أبو فيصل أبو فيصل تسمعني؟ فقدنا اتصال مع أبو فيصل من السعودية. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. معنا اتصال ابو محمد من اربيل. تفضل ابو محمد. عليكم السلام عمر. يا اهلا وسهلا بك. مو كافي هذا مقتدى الصدر منكشفت اوراقه، مو كافي ما يستحي على نفسه خيانه، مو كافي خيانه ما يستحي على نفسه، مو هذا انكشف ومره مثل القرد يتطفر، مره ويا المتظاهرين الحكومه ومره ويا امريكا ومره ويا ايران، يعني ما مو كافي يتطفر منا ومن الناس، ما يفتح على التاريخ. مو ابو خوش رجال كان معارض صدام حسين وانتهى، يعني ما يفتح على تاريخ ابوه. مو هذا ابوه محمد صادق الصدر ابنه، ليش هالخيانه هاي؟ مو كافي مقتدى الصدر. كلامي مقتدى الصدر انت هسه في اقامه جبل وتطلع اتحدى مقتدى الصدر اذا يطلع مباشر بالتلفزيون يعني. كافي يا اخي، مو كافي مختلف الشعب يكتبون لافتات بساحه التحرير يحملون اذا صارت حرب اهليه يحملون مقتدى الصدر. وشكرا جزيلا، ما اريد اطول عليك لان وراي. شكرا ابو محمد من اربيل كان معنا. رسالة يقول فيها أو تقول فيها ندى من الدنمارك: السلام عليكم. تقول: أصبح واضحا للعالم بأن هذه الميليشيات والأحزاب المتطرفة هي
قمة في الإجرام والهمجية والجهل، وهم أساس خراب العراق منذ عام 2003 لحد اليوم. نهايتكم قريبة ما دام العراقيين مصرين على التغيير رغم حجم التضحيات. المتظاهرون الأحرار أسقطوا قناع مقتدى الصدر كما يقول أبو علي من المحمودية، وطلع وجهه الحقيقي الولاء للعراق والعراقيين فقط. نعم، معنا اتصال أبو حسن من بغداد. تفضل أبو حسن. أبو حسن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك، حياك أخي عمر. يعني هي أمريكا أقدر دولة بالعالم، تعرف ليش؟ جابت لنا سوت علينا مؤامرات وقالوا حرب صليبية ودخلت لنا مشاكل، يعني بغينا عن إحنا. يعني شو ما جوا على العراق؟ العراق هو بوابة العرب، يعني أساس العرب وهمة العرب. فبدأوا بالعراق، بعدين أخذوا سوريا، فخلت إيران تستغل الوضع هذا وطبت على لبنان وعلى اليمن، لأن شافوا يعرفون العراق برجال وبرجال ما تنقحهم. هي أمريكا اللي دمرت العراق ودمرت الوطن العربي من خلال عملائها العجم. هاي المؤامرات اللي خلت العراقي هيك ينضرب بهانة، يعني شاف بساعة الوثبة والباب ساعة التحرير، والله فد موقف، يعني مواقف يعني صعبة، حياة صعبة من غير التلفزيون. فهذا هاي مؤامرة أمريكا. أمريكا أقدر دولة بالعالم، هم دولة لصوص يعيشون على يعيشون على العرب. هذول هم كفرة وجابوا علينا هذول العملاء. أنت شايف يعني عراقي يقتل عراقي؟ هذول مو عراقيين، لو عراقيين ما يقتلون من بلدهم. هم دول الكفرة، وهذا مقتدى وغيره هو. بس هذا كله تتأمر على العراقيين، والناس السذج يصدقون بدول العمايم. هم العمايم شنو؟ هم دول، هم دول شنو؟ هم دمار العراق. يغيرون الدين، يغيرون الأخلاق، يغيرون حتى العقل. أنتوا ناس مقصولة دمارها أخي عمر. نعم. مقصولة دمارها غسل مصاير. فهذا البلد ما يصير لحل، يعني بس الله. ونعم بالله. ونعم بالله. أنا أشكرك أبو حسن من بغداد، كان معنا. علي من الناصرية، تفضل علي. السلام عليكم أستاذ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أحد المتظاهرين محافظة الجحر. حياك الله يا أهلا بك. أول مرة الشعب العراقي بالانتصار على كشف القرن الفاسدين. نعم، هذا أول مرة احنا انتصرنا على الأحزاب. نعم. واحد تلو الآخر. هسه احنا بقى جاي نتحرر شيء قدامنا وقت طويل. لا يستاجرون المتظاهرين. نعم. يعني متعجلين طبعا خيانته بلا كتاب انتصار، واحنا عم نشكر إيران كشفت القرن. هم ساجدين هسه ساجدين سيد مقتدى وقاعد يغردون مكانه. إيران لها دور، احنا نشكرهم يعني على كشف الخوانة خوانتهم. واحنا هسه انتصرنا، هذا انتصار صح قدامنا. وخلوا مقتدى، جماعة مقتدى يطلعون يضربون المتظاهرين فيه وي سيد مقتدى، ويمشون هاي الحكومة مالتهم. صورينا وعدنا صبر طويل وما خايفين. بنت الحشي داف الآن ترى السلام ورشيني، ترى أنا أحكي وياك والله العظيم تعلمت شيء. أول شخص أنا بالألفين وأربعة قررت المحتل من صارت رأي مال الجيش المهدي بالبداية. أنا مو قصدي أنتمي للجماعة، إنسان عندي شخصيتي، ليش أتبع غيري؟ أنا قاتلت تشر وبعد الحمد لله وشكر والتحقت وصلت بالجيش العراقي. واحد المظاهرين الجيش العراقي، من اقول لك جيش عراقي، يعني الجيش العراقي مو جيش التابع للاحزاب. نعم، واضحه صوره. نعم علي، هاي رسالتي للشعب العراقي. انتم فرحوا بالعكس، اذا انتم تدين السيف قاعد يكشفون صورهم لكم، هذا يعني انتصار. والأحزاب البقية ترى المايكي مثل المالكي، يعني تساكت، ترى كلهم انتهوا من يمنه وراح جماعة عندهم هواي. أنا متأكد 100% راح ينسحبون من عنده. هاي بالله جمالتنا العامية بالناصرية، هاي يسمونها دقة ناقصة، ناقص يسوي هالشيء.
واذا هم صح هو هسه مثلا بس سجن سازين ايران خلي يصرح يقول انا كنت مسجون سجنون الايرانيين وحتى لو كان مسجون هو سازين الايرانيين يصرحون مكانه جماعته أبو سيد مقتدى قال لكم أن تموتوا شلون تموتون أنت إنسان لازم عندك شخصية لازم أنت تقود نفسك ليش تظل تبعي أنا تبعي الشخص ليش أنا تبعي الشخص أنت ليش يعني أنا متخبر على جماعتنا اللي هم ولداني أدني أنا أطلع من البيت أتعارك وياهم يومية يسبون البنات بتطلع مظاهرات بنات بتطلع مظاهرات ويسبون يقولون خونة وجوكرية يعني أنا أعرف شلون جوكر أنا إذا يسبون البنات يسبون الناس هاي طالع يقولون عليها جوكرية وحشون صارتين معناته أنتم قاعد تسبون أعراضكم وهاي ترجع لنا وإحنا نبدأ التشيع زين إذا التشيع كله ساقط وكله طالع مظاهرات ساقطة هاي هم ما صاير ترى هاي هم رجوع عليكم زين وين الدين مالنا وين التشيع مالنا وين الإسلام مالنا هاي هم ضد الإسلام يعني ما عندنا مسلمين عندنا إحنا مو مسلمين هسه نعم أبو يعني مو ما 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 اعرف زين صح شغله نرجو احنا نرجو رجاء من المرجعيه خلي تبين الموقف نص الشعب يتقاتل بس والله ما نرجع الا الانتصار والله ما نرجع وخلي يفكرون رساله من عندي اخر رساله لان وقت طال اكو ناس في الشارع رساله اكو شخص يتوقع كان صدام حسين يسقط ما حد صدام حسين ما بالبال ماكو واحد يسقط فلا حد يعتمد على افعالها لان يجي يوم يسقطون وراح يفوز بس الحر نعم العراق الحر تحسن. الشخص الحر راح ينتصر لو دامت واشكرك واشكر قناتك استاذ عمر انا اشكرك وانت احد احنا متابعينك الله يسلمك انا اتشرف شكرا اخي علي من الناصريه بالفعل لو دامت إليك ما لو دامت لغيرك ما وصلت إليك أبو حيدر من النجف تفضل أبو حيدر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تحية إليك القناتك الموقرة حياك الله يا حبيبي أهلا وسهلا بك بالنسبة لموضوع سيد مقتدى حقيقة العالم كله متعجب على تصرفاته واللي جاي يصير بالعراق هي باعتبار اختبار عظيم للعراقيين بأكملهم حتى يعرفون حقيقة المجتمع اللي عايشين به وأولهم المعممين من بعدهم الأحزاب ومن بعدهم القيادات والسياسات ورؤساء الدولة واللي بالبرلمان وغيرهم إلى الجند العراقي نكون صريحين يعني احكيها مثل ما نقول بالقلم العريض الحد الآن صار أكثر من 4 أشهر ناس نايمة بالساحات الطالب بحقي وحقك انت تشوف هاي العالم مسلوب حقها صار اكثر من 17 سنه ليش هالسكوت يا المعمم انت مو ما فكرت في يوم من الايام الله راح يحاسبك على سكوتك الحسين عليه السلام خرج لنصرة المظلوم زين وين نصرة المظلوم هذا اللي طالع يطالب بحقه تعتبروه ارهابي تعتبروه مجرم باي قانون تقتله زين انت يلي هسه مسمي نفسك قائد ومثل ما تقول كبير وكنا نقتدي بيك ونقول سيد مقتدى طلعت انت حالك من حال الميليشيات القذرة مع احترامات للسامع ميليشيات الفاسدة لان انت مع احترامات للسامع لو ما فاسد ما تنفسه فاسد محمد كلكم تعرفوه فاسد وسارق ومتهم قضية فساد 7 سنوات شلون تنصبه علينا رئيس وزراء وانت تعرف بي فاسد وتاخذ قرار والشمرة براس الشعب العراقي وتقول الشعب هو اللي اختاره وانطيني واحد من الشعب قال لك اني موافق على محمد على انه احنا موافقين على انه هو نختار هذا الشخص رئيس وزراء شو الشعب كله بأكمله طالع معترضين على هذا القرار لأن الشعب اعترض وما قبل تنزل جماعتك بالشارع ويقتلون بالسلاح الأبيض وبالسلاح العام اللي هو البندقية والنصخمة اللي احنا نسميها ليش؟ شنو ذنبه؟ مو هذا طالع على حق وحقك لك هذا اللي هسه نازل بالساحة يمتلك وطنية
اذا اقول لك يمكن اشرف من وطنيتك للعراق. انت رجل اشترتك ايران، ثبت في اخر وقت انه ايران اشترتك وتحكمت فيك مثل ما تريد، وانت اخر ورقه تلعب بك ايران، اخر ورقه بقت بعد ما عندها اي حل الا انه تخلي سيد مقتدى هو الورقه الاخيره اللي تتحكم بي بالعراق. ولذلك انت هم خسران والشعب اللي رابح والثوره رابحه، لان هاي ثوره الحسين عليه السلام، هاي ثوره الامام الحجه عجل الله فرج الشريف، هاي ثوره المظلوم، والله سبحانه وتعالى ينصر المظلوم على الظالم. ونعم بالله. وبشر القاتل بالقتل، وثقوا بالله كل انسان قتل واحد بهاي الثوره او جرح او اثر على اي شخص، ثق بالله راح ينال جزاء بالدنيا قبل الاخره. واسف على الاطاله، والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو ناصر من الكويت، تفضل ابو ناصر. اهو بعد بضيع. ابو ناصر تفضل. ابو ناصر تسمعني؟ يبدو ان هناك مشكله مع ابو ناصر من الكويت. ابو محمد من بغداد، تفضل ابو محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. تفضل. اريدهم ان يلبسون قبعات حمر تم الشهداء. ادعو المتظاهرين تحت التحرير ان يلبسون القبعات الحمراء تحملون الشهداء. لبسوها ابو محمد. ايه نعم. وان شاء الله يوم الجمعه باذن الله اريد القبعات الزرقاء. وين تصير؟ اذا يصيرون وادم، واذا ما يصيرون وادم، اذا يشيلون تواسي احنا نشيل تواس، واذا يشيلون سكاكين احنا نشيل خناجر. كيف يختارون؟ يصيرون عراقيين يجون يسووا ويانا يتحققون بحقنا حياهم الله. يجي صرنا مخوش وادم، احنا صرنا صريحة مخوش وادم. احنا همينا شنو التوفية شنو التوفية، شنو الخنجر شنو الخنجر، واحنا راح نلبس طلاق حمر وهم طلاق زرق، ونشوف الطلاق الزرق وين راح تصير ويا الحمر اذا ما صرنا يحرموا ولا يصرنا وادم. زين ترى السلمونين ثورة الفقراء اللي ماتوا بجيبة 500. أنا أعيد ابن الناصرية، أعيد ابن الناصرية هذا الشريف اللي هاي 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 نصر من 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 كشفتنا العملاء الخرف. يطلع لي قاعد لي على جودلية وهو ساعدنا 100,000 سيارة كلها تكسارات. هاي 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 ما تمشي على الناس الفقراء، وأكثر الناس الفقراء أفضل. وراح يطلع وراح يعوفوكم، وراح هم نفسهم واقفين على راسك، هم راح يدفعون على راسك. ناس تعبانه خطيه وداعب حقها، ليش ما تخلون الوادي وتشوفون شركه وشر الاحزاب وتخلون الناس تعيش؟ الشعب العراقي عند الشعب بالعالم صار مو وراكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سعد من النجف، تفضل سعد. عليك. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسعدك خالد. يا هلا بيك. هاي الأحزاب وبدايتها هاي كلها شارة صدام ثقم محمد. نعم. هاي كلها شارة صدام حسين آدمي شريف نزيه ثق بالله وأهل البيت. نعم. وضاعت بني مهلنا شارة صدام حسين هاي، وبعد وبعد بس اشوف زين غير يتعظون من اللي صار قبلهم ومدهم الاحد والكرسي ميدهم الاحد ومتشلبين بهالسلطه ويبقون بهالبلد. خويا بعد نشوف وبعد وتميد الله وكيلك تشوف الدور الميت بالشارع وعادي مع المسألة عادية على كثر ما يصير القتل، بس الله شاهد، الله شاهد اذكر علي إلى ما صارت القتل دور بالشوارع. أنا ما إن شاء الله الله يبعد الشر عن العراق والعراقيين. أطلع علي وشوف ما طول أكو أحزاب.
في مال في مال مشكور عيني. الله يسلمك، نسأل الله السلامة للعراقيين والعراق، يبعد عنهم كل الشرور. رسالة: السلام عليكم، أنا من كربلاء، حي قناتكم الموقرة اللي تنقل الحقيقة. بالنسبة للجماعات، جماعات قبعات الزرق، رجعتهم بعد المظاهرة المليونية هي لإنهاء الثورة، ثورة تشرين. هذه أوامر من إيران ضغط على مقتدى لفض مظاهرات في العراق. أخي، إذا بقت هذه الميليشيات بالعراق ما يستقر الوضع. شكرا لبرنامجكم. نعم، السلام عليكم، سلام وتحية لقناتكم الكريمة. بعد أن ضربت الماجدة العراقية، عار على كل عراقي ما ينضم إلى المتظاهرين. أبو سامي من هولندا. أم قاسم من كربلاء تقول: الله ينصر المظاهرات، إن شاء الله ينتصرون على كل ظالم. تقول: مقتدى ما يقدر يقمع التظاهرات على مود إيران. وقاسم سليماني. إبراهيم أحمد الدليمي يقول: كشف القناع عن الوجوه الغادرة. محمد رياض جبل من الناصرية يقول: والله هذا محمد توفيق علاوي مثل عبد المهدي، ضعيفين الشخصية. شكرا أستاذ عمر، حياك الله. رسالة طويلة، أعتذر عن قراءتها لأن الوقت ما يسعفنا. محمود من مصر يقول: العراق دولة عظيمة وشعب عظيم، الحكومة الفاسدة رجعوا العراق 1000 سنة. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل على من فعل بالعراق كل ما فعل من السرقة وقتل وفساد. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.